وجودك بقى مع انبي، هل الاهلي ما تواصلش معاك عشان ترجع؟ كلمني مرتين النادي الاهلي، مرتين. اول مره كانت امتى؟ اول مره كان 2000 واول ما كابتن حسام البدري كان ماسكنا في انبي وراح الاهلي كلمني، وتاني مره في 2016 كنت ساعتها الدور الاول هداف الدوري، كان ساعتها جريد هو المدير الفني. طيب اسباب الفشل بقى النادي انبي ما وافقش خالص خالص خالص، وانا واخد وعد ما هو كابتن ساعتها كابتن علاء قصادي مشي. تمام. قعدت حارب والله العظيم حارب ان انا ارجع اروح النادي الاهلي، حارب النادي انبي ما وافقش خالص، عشان ساعتها كنا بننافس على دوري في الفتره دي. انا فاكر حتى كويس ساعتها، عايزين نحكي يعني مره يعني اول مره، المره الاولانيه كان حصل كنا احنا بنلعب في افريقيا، وكابتن حسام بدري ساب انبي وراح الاهلي، فساعتها خد احمد عبد الظاهر. تمام. خد احمد عبد الظاهر وانا كان كابتن حسام بدري يعني متكلم على حلاوه الاهلي في 2011 او 2012، فساعتها انبي قالك لا احنا ما عندناش باكات ليفت، اوكي احمد عبد الظاهر يروح مفيش مشكله، بس احنا ما عندناش باك ليفت وعندنا افريقيا وعندنا دوري، فمش هينفع نسيب عمرو. كان شعورك وقتها ايه؟ ايه شعورك؟ زعلان جدا طبعا، بس قعدت حارب حارب جامد جدا، بس في عقد بينه وبين النادي، والنادي انبي يعني برضو كان نادي كبير طبعا وكل حاجه، بس قعدت احارب، بس مفيش خلاص انت لعيب محترف. طب انت مثلا انت نزلت على حاجه امتنعت عن التدريب؟ لا انا عمري 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 ما اعمل حاجه زي كده، مستحيل. امتنعت ساعتها؟ عمري ما اعمل حاجه زي كده. طب قلت لهم مثلا نزل عن فلوس او حاجه؟ لا برضو عمري ما اعمل مشكله، عمري ما اعمل مشكله في نادي، عمري ما اتعودش على كده ان انا اعمل مشكله، بس انا اتكلم معاهم عادي باحترام وبادب، واخد كل المواقف الطبيعيه في لعيب الكوره لما يجي له نادي ويبقى هو نفسه فيه ويبقى عايز يروح والنادي بتاعك ما وافقش، فخلاص بتقف عند حد معين وبتحاول تاني وبتشتغل تاني. انا يعني عمري ما عندي مشكله مع حد. كان بعد ما انبي رفض كان شعورك ايه ساعتها؟ زعلان طبعا جدا، بس لازم تشتغل، انت لعيب بروفيشنال. زعلان جدا وقلت تاني هتجيلي تاني ان شاء الله. فبعديها بسنتين طب انت كان عقدك ساعتها فاضل له كام سنه؟ كان سنه ثلاثة. فاضل له ثلاثة ساعتها. الفتره دي كان كل سنه يعني انا مثلا بمضي خمسه سنه تعدي او سنتين يقوم مجدد لي كمان خمسه، سنه تعدي او سنتين يغير العقد كمان خمسه. كان بيجدد لي على طول. بس تحط ان انت شرط مثلا لو لا 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 خالص لا خالص خالص. الفتره الثانيه بقى ايه اللي حصل وكانت الكواليس في 2016 كان مستر جريدو 2015 2016 كان مستر جريدو هو اللي ماسك الفرقه، فكنت انا ماشي الدور الاول حامد، كنت هداف الدوري، كنت جايب 8 جون وهداف الدوري والحمد لله عامل الموسم الدور الاول الحمد لله حلو جدا. ساعتها كابتن طارق العشري كنا ساعتها بننافس على دوري، كنا احنا والاهلي اول دوري، كان طارق العشري نقطتين ثلاثه، كابتن طارق العشري كان هو مدير فني، جالي في شهر واحد النادي الاهلي، وكابتن عبد الصمد ساعتها بقى كان هو ماسك في الاهلي، كلمني وقعدت معاه واتفقت على كل حاجه ومية مية. كابتن طارق عاشور اللي ما وافقش خالص، حتى الجرايد كانت كاتبه الحلواني خلاص في النادي الاهلي. لا ما عايزين نعرف منك انت ده، انت لما كابتن طارق انت مضيت للاهلي، مضيت وعملت كل حاجه وبعدين، وكابتن طارق العاشور ما وافقش خالص، قال لك ما انا بنافس على دوري مش همشي ولا لعيب من فرقتي نهائيا. طب يا كابتن انت في المرتين مضيت للاهلي؟ مضيت لا المرتين مضيت للاهلي، لا المره الاولانيه ما مضيتش كلام، قعدوا معايا كابتن حسام بدري كلمني وكلم الناس ما مرضوش خالص. المره الثانيه مضيت مع كابتن علاء صادق وكل حاجه تمام، ومستر جريد طالبني بالاسم، حتى ساعتها انا فاكر كان النادي الاهلي بيتمرن ساعتها في النادي بيترو سبورت، واحنا موجودين وانا وكان عندهم تمرين، واحنا كان عندنا تمرين تقريبا بعديهم او يعني بعديهم وكنا مسافرين، فمستر جريد شافني، وكان في لعيب عندنا افريقي بيتكلم اسباني ومستر جريد عارفه، فمستر جريد كان بيسلم عليه وانا واقف، فقال له فسلم عليا طبعا، وكان الولد بيتكلم يعني بيتكلم عربي واسباني، كان هو معانا افريقيا يعني، فقال له قول له اللي انت حضر نفسك عشان انت تبقى معانا الفتره الجايه، وانت لعيب مميز وانا متابعك وانت ماشي كويس جدا وطريقه لعبك هتمشي معايا والفاولات والكورسات وركز، وبيت فرحان جدا جدا قوي يا حمد. طب وبعدين اللي حصل؟ طب نهايه الموسم هي يكلمك فعلا ولا جريدو عشان مشي؟ لا تقريبا جريدو عشان مشي بقى، والمدرب الثاني جه، وكل مدرب وليه فكر طبعا وكل مدرب وليه سيستم، ففي شهر واحد كابتن طارق العشري ما وافقش خالص حمد خالص. ده بالنسبه للاهلي. طب هل الزمالك طول مسيرتك طلب تعاقد معاك؟ كلمني كلمني في 2016 كلمني حوالي مرتين، مرتين في 2016 و 2017 سياده المستشار المفتوح كلمني طبعا، كلمني في التليفون و قال لك ايه؟ عايزك تيجي نادي الزمالك. ساعتها كان مستر ديريرو هو اللي ماسك الفرقه، السنه دي خدوا كهربا والسنه اللي بعديها كانوا عايزين كهربا، وانا وكهربا واحمد رفعت فالنادي انبي وافق على كهربا عشان ساعتها كان محترف في سويسرا، وجيه وانا واحمد رفعت قال لك مستحيل، عشان احنا كان كابتن هاني رمزي كنا مشاركين في افريقيا، وقال لك لا انا مش هسيب لعيبه خالص. طب انت ما مضيتش للزمالك؟ لا لا خالص ما مضيتش للزمالك. لا كان كلام بس، لا ما مضيتش خالص. في الفتره دي اتقال كلام يعني مفاوضات الزمالك مع عمرو الحلواني تحديدا، قال ان عمرو الحلواني عشان اهلاوي مش عايز يروح نادي الزمالك، هل ده صح ولا ايه بالظبط؟ نادي الزمالك ده نادي كبير، نادي كبير طبعا، ومن انديه القمه في مصر طبعا، بس لا لا بس انا طبعا اهلاوي جدا، وافتخر ان انا
تحب النادي الاهلي. ما كانش عندك مشكله تلعب بقميص؟ لا 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 انا ما تطرقتش الموضوع ده خالص بصراحه. يعني انا ما تطرقتش الموضوع. انت يعني مستشار مدرب منصور رئيس النادي الزمالك كلمني كلمني طبعا، ولازم احترمه ولازم ارد عليه، ولازم طبعا سياده المستشار حاجه كبيره جدا في في مصر وفي نادي الزمالك طبعا. كلمني وامير ساعتها كلمني، والناس دي كلها ناس محترمه وانا بحبهم على المستوى الشخصي طبعا، كلهم ناس محترمين جدا. بس انا ما تطرقتش للموضوع ده خالص. هم كلموا النادي والنادي ما وافقش خالص. فبس هو طبعا نادي الزمالك يعني نادي كبير طبعا، ويعني اي حد يتمنى يلعب فيه يعني. بس انا طبعا اهلاوي جدا جدا جدا، فالموضوع بالنسبه لي كان ممكن يبقى صعب شويه. طب بالنسبه برضو ان ما في لعيبه بتبقى اهلاوي، اللعيبه اللي هو بيلعب في الزمالك والعكس بقى زمالك. انا بص هل ده انت بتشوف بحكم قربك من اللعيبه، هل ده بيبقى مؤثر للعيب ممكن يرفض اللي هو يلعب عشان هو منتمي الفريق، ولا انت شايف ده مش كل لعيب عنده شخصيه، كل لعيب عنده فكره، كل لعيب عنده اسلوبه. ممكن انا اقول حاجه ما تعجبش اللي قدامي، ممكن انا اللي حاجه واحد يقول لي حاجه ما عجبني، ممكن واحد يقول لي انا اهلاوي ما اعرفش العب في اي نادي تاني غير النادي الاهلي مثلا، فواحد تاني يقول لا انا لعيب بروفيشنال كذا. كل واحد ليه ستايل وكل واحد ليه مسؤول عن قراره. انا مسؤول عن قراري، فاهم قصدي؟ في واحد تاني يقول لك لا. فحسب شخصيتك ايه، وحسب فكرك ايه، وحسب وضعيتك ايه، واسلوبك وكيانك في ودماغك ايه يعني.